مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا المباشر. هذا هنا من أمام شاطئ عين سبع، وبالضبط بالقرب من دوار عبد الله بن الحاج. هنا يعني كاين أزيد من 100 أسرة كتعيش على هاد البحر وعلى المهن ديال الصيد التقليدي. كاين اللي كيصيب الدودة، كاين اللي كيدير الطعم، كاين واحد النوع ديال مثلا ديال دواء كيتسمى بطاطا ديال البحر. كاين اللي كيستعمل مثلا بحال هاد كيدخلوا كيجبدوا الحوت يعني غير بيديهم. في المقابل كاين الناس اللي كيستعملوا مثلا كما كتشوفوا الفلوكة والصنارة، وكاين الناس اللي القود ديالهم اليومي كيعيشوا على يعني مجموعة من الحرف ديال السكان ديال هذه المنطقة هذه. فغادي نحاولوا أننا نقربكم أكثر منها. كما كتشوفوا كيستعملوا يعني كيصيدوا غير بيديهم. فكل حرفة غادي نحاولوا نقربوها أكثر. معنا واحد احد الرياس ديال هذه المنطقه هذه اللي هو السي يوسف، غادي يحاول يقربنا كذلك اكثر من هذه المنطقه هذه والمعاناه ديال الناس فيها، وكيفاش الناس انهم يعيشوا من هذه المنطقه. فكما كتشوفوا فاشارات قويه يعني من عند الناس اللي كيحاولوا انهم ينسقوا بعضياتهم. يعني حتى الدخول للبحر ما كيكونش بديك العشوائيه اللي يعني اي خطوه كيدخلوها البحر فهما كتكون مدروسه. فكما تشوفوا فالرئيس ديالهم ف يمكن انهم اصطادوا شي حوت نادر او ما شابه، لان هاد الناس هادو كيعتمدوا على لي فارم وكيغطسوا. فغادي نحاولوا نشوفوا شنو يمكن لهم انهم جبدوا، لكن في المقابل ان هاد الناس كيعانيوا يعني في ظل تفشي وباء فيروس كورونا. غادي نحاول نقربكم اكثر. فكما كتشوفوا فالشباب هنايا فرحان في هذه المنطقه هذه، يعني رغم المعاناه ديالهم رغم الصعوبه ديال هذه المنطقه. فنحاول نقربكم اكثر مع احد الرياس كما كنقولوا الرئيس ديال هذه المنطقه هذه. يعني هو كاينين بزاف يعني كيتناول المهمة هذه، غادي يشرح لنا بالضبط يعني شنو نوع المعاناة اللي كيعانيوها أصحاب الصيد التقليدي. فالجميل الناس اللي شغلوا فيه يعني كيكون واحد المساعده ما بين اللي كيصيد الدوده، ما بين اللي كيخدم بيديه، ما بين اللي كيصيد بالشومبرير، ما بين اللي كيصيد بالقصبة، وحتى الطريقه ديال انه الشغال ديالهم في البحر يعني كتم بالتناوب. يعني بعض اللحظات غنشوفوا مع الرئيس يوسف غادي يشرح لنا بالضبط. وهو بطبيعة الحال فهو داير واحد الجمعية هنايا من أجل النهوض بقطاع الصيد التقليدي. غادي نعرفكم أكثر من سي يوسف. سي يوسف جينا
انا قدام حرف من الصورات اجل وخي سيوس قربنا كثير بالضبط من دوار السيد الحاج وما بين واد الشاطئ هذا اللي كيعرف واحد اللي واحد الرواج ديال الصيد التقليدي. اولا كنشكر شوف تي في على هذه الالتفاته النبيله في حق ساكنه سيدي عبد الله الحاج والعلاقه ديالها بالبحر والخدمات البحريه بصفه عامه، ماشي غير الصيد التقليدي او الصيد الساحلي. بالنسبه لنا حنايا كان عندنا الخدمات متنوعه على حسب تنوع جميع خدمات البحريه كيديروها الدراري هنايا، كيديروها تلاميذ اللي كنقولوا لهم حنا تلاميذ، هادو راه غير تلاميذ ديال المنطقه، هادو راه باقيين صغار. الناس الكبار راه خدموا الصباح او لا خدموا خدمه كبيره، هادو خدمات صغيره. الناس اللي قد هادو جابدين الطعمه ديال البحر، هادو غير الطعمه البسطيط مع من طبيعه الحال مراعاه المقاييس البيئيه. الا كانت قليله راه ما كنضربوهاش، كنضربو ديما الكونتيتي ملي كتكون زايدة بزاف. وهاد المنطقة هادي معروفة بالبسطيط أو البطاطا. نمشيو نشوفو الحصيلة اليومية ديال هاد التلاميذ هادو. يعني كما قال السي يوسف، يعني الحصيلة ديال هاد الطعمة ديال هاد تنقولو حنا الشباب يعني مازال صغار. نحاولكم يعني كما كتشوفوا فطقوس رائعة، طقوس خاصة بالبحر. يعني كما كتشوفوا فالشباب ديال المنطقة هنايا يعني المتنفس الوحيد ديالهم هنا هو البحر، يعني منه نزهة منه. يعني أنا نحاول نقربكم من أحد الشباب هو يشرح لكم بالضبط شنو كاين. خويا يعني أنتم أولاد هذه المنطقة هذه كتشوفوا أن البحر كيشكل لكم شي حاجة اللي كبيرة بزاف، هو أصلا هما داروا لنا شوف أنت كتشوف كيف كتشوف على عينك على الحيط، خا نقول ان البحر ديال بصح شي كيد البلاصه سول على الناس قدام وسميتو كي كان هنا الخير تبارك الله. وشوف اخويا الناس ما عرفنا ما شنو بغاو عندنا، ما فهمنا اصلا انفو كتفيق من في داركم. يلا الحاجه الوحيده اللي كتبان لك يجي يضرب فيك البرد كتجي هنا يلا البحر صافي كتنفس شويه مني كتطلع راه بخير والله ما عرفت كيفاش. يعني كيما كتشوفوا البحر ف العديد من الشباب هنايا، يعني كاين اللي كيمارس الرياضه ديالو وكاين اللي كيتنزه كاين اللي كامل الناس هابطين الناس. حنايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حنايا ولاد سيد عبد الحاج كنعيشوا من البحر، حنا اللي ما كانش البحر ما نعيشوش فهمتيني، ما عندناش شي حرفه ولا شي خدمه بعدا اللي غنديباني وراسنا بها. كنطلعوا البحر بوزروك كنصيدوا الحوت كنهبطوا بالشومبريرات فهمتيني، والناس تعداو علينا اخويا فهمتيني، دوزوا لنا الشانط هذا دوزوا لنا الشانط اللي ياخد فيهم الحق، تعداو علينا ما بقيناش كنترزقوا على الله. الحوت تلقاو لنا برود والحوت مات الروطان مات، ياخذ فيهم الحق والشكوى والله شنقولوا. باش غسلوا جامع ديال الحسن الثاني برودويات اللي غسلوا بهم جامع الحسن الثاني، هما شوف فكروا للجامع فكروا يغسلوا سميتو ما فكروش للماء. كتمشي دابا لجيت السعاده ولا النحله ولا سميتو كيبان لك الحوت خارج خانز الروطان خانز خارج كلشي مرضوا مرضوا كلشي، تمل اي حاجه كتدور في الماء ولا سميتو كتبان لك غادا خارجه هباء منشوره والو. يعني كما كتشوفوا معاناه الساكنه ديال دوار بالحاج يعني مع هذه الحرفه هذه ديال الصيد ومهن الصيد، يعني حرف الصيد يعني فيها الدوده فيها كذلك واحد انواع ديال. اول مره كنسمع ان كاينه بطاطا خاصه
يعني كما كتشوفوا الشباب ديال المنطقه تبارك الله عليهم، فهم كيحاولوا انهم معنا احد الشباب اللي هو معروف عندنا تبارك الله ديما ضحك ديما بشوش، يعني رغم المعاناه رغم القساوه ديال هذه المنطقه هذه فهو كنشوفوه ديما فرحان ديما ضحك. الله يريح لينا. واخا خويا اجي تكلم معنا واحد شويه. الله يهبط عندك. يعني كما كتشوفوا فحتى فاش خرج من البحر فاول حاجه فكر فيها هو انه يدير الكمامه ديالو، فهذا كما كيبين بين كيبين على الحس الوطني ديالو. هذا احد الشباب الناس اللي مختصين بالعشبه، يعني كيفاش كانت الحصيله ديالكم اليوم؟ اخويا اش نقول لك، اللهم لك الحمد اول كلمه. اخويا احنا مولفين من صغرنا عايشين بالطريقه ولد الناس، كرجاله كبار كالشباب كعيالات كرجاله اخويا، وحنا عندنا هذا البحر كنترزقوا منه الساكنه ديال سيدي عبد الله بن الحاج كامله، واول حاجه هذه نعمه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى. وهاد الناس حتى كما كتشوف سدوا علينا البحر اخويا، وانا خدام في هذا المشروع دير لي 100 درهم وما خدامين لا بوراق لا بوالو اخويا. يعني كتفضل البحر على كتفضل البحر، تهود نص ساعه ولا سوايع ديال الماء كان تصور القليله واحد 200 درهم اخويا حلال طيب، ما هو قال فعلك لا باترون ولا شاف خدام على راس ولا صورتي اخويا حلال رزق كل شيء ديال الله اخويا. وحنا اخويا كنطالبوا بهاد الناس يديروا معنا شي حل، علاش ضيعونا اخويا؟ والله العظيم ألمنا اخويا. هنا اللي جميل في هذه البلاصه هو ان الناس متاثرين بعضياتهم، كل واحد كيعاون طريقته. هذاك الشيء اللي كاين صحيح. تقريبا اليوم يعني المحصول ديال اليوم شحال تقريبا القيمه ديال اليوم؟ وتقريبا شي 300 درهم انا والصديق ديالي. ها هو الاخ كريم. اللهم لك الحمد. يعني كما كتشوفوا مشاهدي قناه سي تي في، فالمهنه ديال المهن ديال يعني ما كنحطوش حنا المهن اللي هي كبيره وثقيله، يعني العشبه كاين واحد النوع اللي اول مره انا شخصيا كنسمع ان البطاطا كاينه ديال البحر خاصه. كاينه بطاطا ديال اللي كناكلو وكاينه بطاطا ديال الحوت سبحان الله العادي. اي حاجه فيها خلق الله منا جوج الا الله سبحانه وتعالى اللي فيه واحد. احد. يعني باش كتمتاز هاد البطاطا ديالك؟ هاد البطاطا اخويا كتلاق سبحان الله العظيم الضيقه، اقسم بالله العظيم ونحلف عليه، وسولت تقريبا كاع الساكنه ديال سيدي عبد الله بن حاج الدواء ديال مرض الضيقه، شي المالك اللي بغى يداو عندنا مرحبا به، اقسم بالله العظيم. وراه حنا كنداو من البحر، الشوك، القنفود، بوزروق، الروطان، الحيتان، اشكال وانواع اخويا. وحنا كنتمناو من الله اخويا يديروا معنا شي حل اخويا، ما يضيعوناش. راه الشباب راه ضاعوا اخويا، منهم الدري مسكين اللي طاح في الحفره، راكم شفتوا كل شيء على عيني. نتمنى لهم الله يكون الخير. الله ينور. الله يحفظك.